أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم مؤشر النيل، نتعرف خلالها بالرصد والتحليل على أداء سوق المال المصرية التي تباين أداء مؤشراتها لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 بنسبة 35% لينهي التعاملات عند مستوى 10397.12 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 55% ليصل إلى 2372.73 نقطة، وزاد مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 29% ليصل إلى 3289.22 نقطة. على صعيد القطاعات الأكثر تداولا في البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، فقد جاء قطاع العقارات على رأس القطاعات الأكثر نشاطا بنسبة 17.65%، وحل قطاع الرعاية الصحية والأدوية ثانيا من حيث التداولات بنسبة 15.35%، واستقر قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الثالث من حيث التداولات بنسبة 13.30%. هذا وقد فقد رأس المال السوق لأسهم الشركات المقادة بالبورصة نحو 1.6 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 713.2 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية وصلت إلى 1.7 مليار جنيه. للمزيد من التحليل والتوضيح لأداء البورصة المصرية في جلسة اليوم، ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذة منى مصطفى خبيرة أسواق المال. أستاذة منى، مساء الخير. مساء النور. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ بعد هذا التقرير نستعرض مع الأستاذة منى مصطفى خبيرة أسواق المال أهم ما جاءت به مؤشرات البورصة المصرية في جلسة اليوم. في جلسة منتصف الأسبوع تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية في دلالة على اختلاف أداء أسهمها ما بين الهبوط والصعود في ختام التعاملات. البورصة تأثرت بعمليات شراء من المستثمرين المصريين والعرب، قابلتها عمليات بيع من المستثمرين الأجانب. رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة خسر نحو 1.6 مليار جنيه، ليصل إلى 713.237 مليون جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 5.772 مليار جنيه، قرابة 1.5 مليار جنيه منها تداولات في سوق الأسهم. المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجيك 30 انخفض بنسبة 35%، بينما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجيك 70 بنسبة 55%، وصعد مؤشر إيجيك 100 الأوسع نطاقا بنسبة 29%. محللون ماليون رأوا أن البورصة تعرضت لعمليات إعادة هيكلة للمحافظ المالية، صاحبها بيع انتقائي لجني الأرباح على بعض الأسهم الكبرى والقيادية، والتي سجلت ارتفاعات قوية خلال الجلسات الماضية. وأضاف المحللون أن بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات شهدت نشاطا متباينا وسط ترقب لأي قرارات اقتصادية جديدة أو أنباء جديدة تتعلق بعمليات الاستحواذ على الشركات المصرية. أهلا بحضراتكم من جديد، بنجدد التحية بالأستاذة منى مصطفى خبيرة أسواق المال. أستاذة منى، مساء الخير مرة تانية. البورصة النهاردة تباين في المؤشرات، امبارح كان في ارتفاع، أسباب التباين إيه النهاردة فندم؟ مش النهارده بس، احنا ممكن لو بصينا من اول الاسبوع واحنا شايفين ان في تباطؤ، وان كان اجمالا السوق ذو طبع ايجابي. احنا لحد من اول سبتمبر لحد دلوقتي واحنا المؤشرين الاثنين طالعين قرابه او متجاوزين كمان 4%. يمكن صحيح ان في تباطؤ عن شهر اغسطس في حركه الاسهم وحركه المؤشرات، ولكن ده ما ينهيش الايجابيه العامه اللي ماشيه او اللي السوق متبعها الفتره الاخيره، وده طبيعي بعد الارتفاعات القويه اللي احنا شايفينها من النص الاخر ليوليو الماضي. وبالتالي من الطبيعي ان احنا نشوف عمليات التهديد دي اللي حاصله دلوقتي، خاصة ان انت ما عندكش فلو ان قوي لسه على المؤشر التلاتيني. كتير من الاسهم التلاتينية هي صحيح شافت بعض الارتدادات، ولكن هي ما قدرتش برضو تعوض
جانب كبير من خسائرها السابقة. وبالتالي احنا في كتير من القرارات اللي متعلقة بالاقتصاد الكلي وهي اللي محجمة شوية او معاملة عملية التباطؤ في ارتفاع المؤشرات خاصة التلاتينية، وان كان المؤشر السبعيني بيتحرك بشكل قوي جدا وبشكل في عمليات تبادلية سواء بالنسبة للقطاعات او الاسهم، حتى تدوير السيوله فيه مرتفع جدا، وده عامل لي نوع من الفولاتايل الاكسلريشن للارتفاعات. احنا النهارده السبعيني فوق ال 2300 نقطه وبيحاول ان هو يثبت اقدامه في المنطقه الجديده، واعتقد ان هو هيكون في مزيد من الارتفاعات، وان كانت ارتفاعات يعني هنبدا نشوف كده بعض الاسهم اللي بتخفت شويه وبيظهر بدلها اسهم جديده تاخد ال 70 المناطق اعلى بكتير. النهارده كان في تراجع للمؤشر الرئيسي وفي صعود للمؤشر السبعيني، شايفه الاسباب ايه واستمراريتهم في الجلسات المقبله؟ المؤشر التلاتيني منلي هو بيعتمد على الشراء المؤسسي او الاتجاهات الشرائيه سواء المؤسسيه المؤسسات المحليه او الخارجيه. زي ما قلنا ان احنا عندنا كتير من الاخبار متعلقه بالاقتصاد الكلي اللي منتظرينها خلال الاسبوعين الثلاثه الجايين، وده اللي مأثر لي او محجم لي من حاله او من حركه المؤشر التلاتيني، خاصه ان احنا مع بدايه الطلوع في اخر يوليو اللي فات بدانا ان احنا نشوف عمليات للشراء المؤسساتيه، هي صحيح ذات طابع تجميعي وانتقائي، ولكن بدانا نقول ان المؤسسات حطوا ايديهم في السوق. طيب هيبداوا ان هم يستمروا في الشراء ده او هيبداوا ان هم يتنقلوا لسكند ستيج ان هم يبداوا ياخدوا الاسهم لمستويات اعلى من الحاليه، نبدا زي ما بنقول كده نخترق مقاومات ونعمل مستهدفات اعلى، ده متعلق بقى باسعار الفايده بعمليه تحريك سعر العمله، وبالتالي لازم ان احنا نشوف الاخبار دي بتتحقق على ارض الواقع، وبالتالي ابدا اشوف انعكاسها على المؤشر التلاتيني. مقابل ان السبعيني يمكن التغييرات الاخيره اللي حصلت لقيادات سوق المال هي اللي ادت لعمليه التنشيط المضاربيه اللي احنا شايفينها دلوقتي على حركه السبعيني وعلى الاسهم. كتير من المستثمرين ذو المال الافراد طبعا ذو الملاءة المالية بدأوا ان هم يدخلوا تاني في الاسهم السبعينية، يدوروا على الاسهم اللي بدأت ان هي تكون بقيم او باسعار صغيرة جدا او قليلة جدا، ويبدأوا ان هم ينفست فيها. صحيح ان بيكون في عمليات التدوير عالية جدا في الاسهم السبعينية، ولكن ده في النهاية بيديني النتيجة افضل على رقم المؤشر او قيمة المؤشر ككل. الاستثمارات الخليجية اللي احنا شايفينها في الفترة المقبلة والزيادة والكتير قوي في الفترة الماضية واللي ممكن تتوقع كمان او تحصل في الفترة المقبلة، دي هيكون ليها تأثيرات على البورصة وسوق المال المصري؟ اكيد، يمكن ملف الاستحواذات الخليجية اللي احنا بادئينها من اول السنة خاصة من السوق الاماراتي ويليه السعودي، ويمكن زيارة سيادة الرئيس النهاردة لقطر هو بيبدأ ان هو يدي الضوء الاخضر لمزيد من الاستثمارات او الاستحواذات للصندوق السيادي القطري، وطبعا في بعض الاتفاقيات الاقتصاديه اللي احنا بنحاول نعززها بيننا وما بين قطر، خاصه ان احنا مثلا لو هنبدا يعني حاجه جانبيه كده موضوع الغاز الروسي، احنا عندنا يوم 5 ديسمبر هيبدا ان هو تطبيق الحد الاعلى ل اسعار الغاز الروسي، وبالتالي روسيا دلوقتي بتبدا ان هي تشغل ستريم 1 او بتبدا ان هي تقفله، وده مؤثر كتير على اوروبا، واحنا داخلين على شتاء، فدي ممكن تكون افضليه كبيره جدا ان احنا نبدا ناخد الصداره في تصدير الغاز لاوروبا، ونبدا ناخد الماركت شير اعلى، وبالتالي اعتقد ان دي من ضمن المباحثات. ولكن نرجع تاني لفكره الاستثمار عندنا، طبعا احنا خلال الفتره اللي فاتت يمكن من بعد كورونا لحد دلوقتي واحنا يعني معتمدين بشكل كبير على الاستثمارات الخليجيه والتدفق النقدي الخليجي مع نزوح الاموال الاجنبيه او الاستثمارات الاجنبيه، وده اللي عمل لنا الفجوه التمويليه اللي احنا واقعين فيها دلوقتي. صحيح ان احنا بدانا نغطيها او اوريدي بنحاول ان احنا نغطيها، عندنا ارتفاع في تحويلات المصريين في الخارج ارقامه بتسجل طبعا ارقام قويه جدا، بنحاول ان احنا نودي مفاوضات مع صندوقنا صندوق النقد لمناطق نقدر ان احنا نتفق عليها
مع مراعاة البعد الاجتماعي، وكمان ترك بقى الأشقاء العرب واستثماراتهم. أعتقد أن هيكون في تدفق نقدي أو استثمارات قوية خلال الفترة اللي جاية، طبعا على سوق المال في الفترة المقبلة بشكل كبير، سواء على الاستثمار المباشر أو الاستثمار غير المباشر. النهاردة الرقابة المالية أقرت تعديلات جديدة لتيسير إجراءات القيد والطرح بالبورصة. تقييمك للإجراءات دي وشايفها إيه على المدى القريب؟ بص، يمكن يعني انا يهمني اكتر ايه شكل التعاون اللي حاصل ما بين البورصه والرقابه. يمكن ده احنا كنا مفتقدينه في السنوات اللي فاتت، وبدانا ان احنا نشوف ده بيحصل على ارض الواقع، وفي تناغم شويه على او بالنسبه للرقابه و او الهيئه الرقابيه والهيئه التنفيذيه، وبالتالي ده بيبدا ان هو حركه التناغم او شكل التناغم ده بيدينا هنت مبشر ان اي قرارات هتتاخد خلال الفتره القادمه هو هيكون بيتم مراعاه فيها البعد الاستثماري وصالح المتعاملين. وحاجه زي قيد او تعديل قواعد القيد، اعتقد ان هي كانت بدات تؤجل بعض الشروط او عملت فوزن لبعض الشروط. هي في فرق ما بين قواعد قيد او قيد شركات في البورصه وطرحها في البورصه. قواعد القيد بتاعت الشركات القيد في البورصه دي يعني ان انت تروح تقيد نفسك في امن الحفظ، وديت خطوه صح يعني تم عملها، وبعدين ان انت تتقيد في مصر المقاصه عشان تقدر ان يكون في عمليات شراء وبيع او نقل ملكيات للمتملكين او المساهمين بالنسبه لشركه المساهمه، ويليها كخطوة لاحقة هي الطرح في البورصة. فبالتالي لما يكون ان انا ابدأ اخفض شوية او ابقى اسمح لهم ان هم يقيدوا واديهم مهلة 6 شهور لتوفيق الاوضاع، وعشان برضو يقيدوا لازم ان هم كانوا يعملوا اعلان للبورصة وللهيئة ولازم الاتنين يوافقوا. دلوقتي لا، هو قالك ان انت ممكن تقيد نفسك في البورصة بدون موافقة الهيئة او اعلام الهيئة لمدة 6 شهور لتوفيق الاوضاع، ومن ثم تاخد موافقة الهيئة. طبعا ده بيوفر كتير على اصحاب الشركات او الشركات الراس مالها صغير ان هي تبدا تاخد الاجراءات. لو اثبتت حسن النيه بيبدا نقلها للطرح في البورصه او التداول في البورصه، تمام. خاصه كمان ان انت عندك اسهم او شركات مؤشر النيل اللي هي الاسهم شركات الصغيره والمتوسطه، بيبدا ان هو يخفف من اعباء القيد عنده بالنسبه ل 25% من الشركه او 10%. الاثار الايجابيه دي ممكن تظهر او تنعكس امتى؟ هل في الفتره القريبه ولا ممكن تاخد وقت شويه؟ لا، دي بتاخد وقت شويه، بتاخد وقت. مش حاجه متعلقه بالشركات المتداوله دلوقتي او بالتنظيم بتاع سوق المال دلوقتي فيبدا ان هو يديني السناب افكت بتاعه، لكن لا، دي الى حد ما من متوسط لطويل الاجل. الكلام دلوقتي ان في طروحات مقبله والتلميحات انها هيحصل خلال الفتره المقبله طروحات جديده، الكلام اللي كنا بنسمعه من فتره بعيده. هل المناخ الان اصبح مستعد لاستقبال طروحات جديده في البورصه؟ الفكر في ملف الطروحات بدا يتغير، وعليه ده بيبدا ان هو ينبهني ان ممكن يكون في استعداد من الحكومه ان هي تهيئ المناخ الاستثماري وتجهز السوق للطروحات دي. فكرة ان انا صندوق السيادي يعمل صندوق ما قبل الطرح، وان هو يبدا يعمل جدوله او مش جدوله يعني يعمل حصر للشركات بانصباتها بالنسب الجاهزه للطرح، ويبدا يعرض ده كنوع من عمليات الاستحواذ او صفقات الاستحواذ بالنسبه للمستثمرين، والمستثمرين يكون عندهم اليسر الكافي من ان هو بيروح لجهه واحده يتفاوض معاها ويتمم الطروحات او يتمم الاستحواذ، وبالتالي ده هيبدا يعمل لي فلو ان على الماركت او على السوق المصري بشكل كبير، ويبدا يديني استحواذات او يبدا يتمم لي صفقات استحواذ اكبر. يمكن الصفقات بدانا مثلا نسمع عن رجوع صفقه المفاوضات على فودافون مصر اللي هي بدات اللي هي كانت مؤجله من سنه ونص سنتين، بدانا نشوف استحواذات او شركات بيتم او صفقات بتتم الانتهاء منها بشكل سريع وبشكل ادق، فبالتالي ده بيديني العوائد الايجابيه في السوق بشكل كبير. أستاذة منى مصطفى خبيرة أسواق المال، بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي، شرفتنا ونورتينا. ميرسي، نورك. مشاهدينا الكرام، دي كانت حلقة النهاردة في مؤشر النيل. غدا بإذن الله حلقة جديدة. دمتم في أمان الله، شكرا لكم.